بنرحب بيه. شكرا جزيلا دكتور ايهاب. بيتفضل سجلها كده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشتوني من امبارح للنهارده. ان شاء الله يعني انا المره دي المحاضره دي هتبقى قصيره شويه، يعني في حدود ربع ساعه بس. انا هتكلم عن الويننج فودز، وهل في دور للفورتيفايد سيريالز ولا لا. التوك دي سبونسرد باي شركه سامي وشركاء، لكن زي ما قلنا عاده الساينتفك كونتنت بيبقى احنا المسؤولين عنه. اول حاجه احنا عايزين هو نتكلم احنا ليه بندخل الويننج فودز عند سن 4 لـ 6 شهور. في حاجات كتير بتحكمنا عند 4 لـ 6 شهور، واهمهم الحقيقه ان البريست فيدينج والستورز اللي متاخده من الام اثناء الحمل ما بتكفينيش قوي في بعض النيوترينز، منهم الانرجي منهم البروتينز، لكن اهم نيوترينز لازم بدخل عليها او عشانها الويننج فود عند 4 لـ 6 شهور الايرن الحقيقه في المقام الاول، والايودين والزنك والكالسيوم والفوسفورس وفيتامين دي ومجموعه فيتامين بي كومبلكس. ودي حاجات مهمه قوي، الايرن عشان امنع الانيميا وعشان الجروث والمنتال ديفلوبمنت، الزنك عشان الجروث وعشان المنتال ديفلوبمنت والاميونيتي، فيتامين دي على والكالسيوم والفوسفورس عشان البون والتيث هيلث. حاجات كتيره قوي محتاجها، بي كومبلكس عشان الميتابوليزم والكربوهيدرات ميتابوليزم بالذات والبرودكشن اوف انرجي. طيب هنا هتنشا عندنا مشكله، ايه هي؟ ان الطفل من 4 لـ 6 شهور احتياجاته من النيوتريانس تصدقوا 5 أضعاف احتياجاتي انا كادلتس، ومع هذا معدته 5 معدتي انا. عشان كده ده يعتبر إذا بيج تشالنج، حاجه يعني واحد محتاج 5 أضعافي وامكانياته 5 اللي انا محتاجه. عشان كده لو فكرنا لو عايزين ندي للطفل اكل يستحسن ان احنا نديله انرجي اند نيوتريانت دنس فود، اللي هو بالبلدي ما قل ودل، كميه قليله تدي اعلى احتياجات. هنا هنقارن ما بين حاجتين مشهورين جدا اللي هم الهوم ميد فود والكوميرشيالي افيلابل فودز. الحقيقه الهوم ميد فود مميزاتها ايه؟ ممكن تبقى فريش، وممكن الحقيقه الام تعملها سيفد بيوريه جراوند يعني مطحونه او مهروسه، كالتشرالي اكسبتابل لانها من اكل الام. من ناحيه الايكونوميك اكيد ماتش مور ايكونوميك ان الام تتعتمد على الفودز اللي هي عاملاها في البيت، تمام. وطبعا الحقيقه هي ممكن تحضرها في اي وقت زي ما هي عايزه حسب الحاجه الافيلابل قدامها. دي مميزات ما قلناش حاجه، لكن هل هناك عيوب للهوم ميد فود؟ في عيوب. اولا ممكن الطبيخ ما يبقاش مظبوط فتبقى الحاجه inadequate amount او improperly formed، وبالتالي الكواليتي بتاعتها تبقى وحشه، تبقى اوفر كوكت، تبقى دايليوتد واتس ايفر. لايبيلتي جامده جدا تو بي كونتامينيتد باي اورجانيزمز، وممكن كمان تبقى كونتامينيتد باي كيميكال زي البيست سايدز اللي بتبقى موجوده في البيت. الحاجه الثانيه مش هتبقى يعني هضطر ان انا اتبع خضروات السوق والموسم وفاكهه الموسم، لان مش هقدر اني انا اوفر كل حاجه طول السنه. الحاجه الاخيره كمان انها تايم كونسيومينج ولا تناسب المراه العامله، لان عارفين نظريه طازه بطازه، لازم الاكل الهوم ميد يتعمل كل يوم، نظام اعمل الحله واحطها اسبوع 10 ايام واخد منها كل يوم ده تهريج، تمام. فطبعا مشكله بالنسبه للامهات العامله انها تعتمد عليها. طيب لو بصينا على الكوميرشالي افيلابل فودز، طبعا الحقيقه ميزتها ايه؟ انا مش بشجع فيها قوي، ولكن ميزتها ايه؟ دي العلبه بتاعت اي كوميرشالي افيلابل فود بتبقى ليها ستاندردز، الستاندردز اللي مكتوبه عليها كواليتي واحتوائها من الفيتامينز والمينرالز والبروتينز والانرجي زي اللي مكتوب على العلبه بالظبط. في نفس الوقت هتغطي لي او هتقدر تتخطى حته الافيلابيليتي، تقدر توفر اي نوع من الفود ات اني تايم. بتبقى عادة للأمهات العاملة دي ميزة كويسة جدا، لا يمكن تبقى contaminated، لأن لو اتخذت عينات عشوائية ولقوا فيها أي contamination هيقفلوا الشركة دي immediately. الحاجة الميزة الرئيسية فيها إنها could be fortified، يعني أقدر أحط عليها
اي فيتامينز ومينرالز. طيب لو انا جاي اتكلم عن ان انا الحاجه اللي انا شخصيا بفضلها اللي هي اللي فوق، ان يبقى عندي بريست ميلك اساسي ومعاه الهوم ميد فود عشان فيها التاتش بتاعه الام وعشان تبقى فريش وحسس الام انها عملت حاجه، لكن شود هاف سيريالز كمان علشان يكون اقدر اغطي الانرجي جاب والنيوتريانت جاب، بالذات من ناحيه الايرن، لان الاطعمه اللي انتم شايفين ان فيها ايرن كتير قوي وعلى راسها السبانخ مثلا، تمام، دي لو اتطبخت واكلها الطفل البايو افيلابيليتي لا تذكر. اي حاجه تقول لك ده مصدر حديد عالي اطبخه واعمله هتلاقي ان كميه البايو افيلابيليتي قلت جدا. طيب بالنسبه للسيريالز، هي كلمه سيريال اصلها ايه؟ دي كلمه اصل روماني جايه من سيري، دي عباره عن الهه الحصاد، God of Harvest في الرومان، كان بتعلم امبراطور الرومان كلش امبراطور الروماني على كل شيء عن الزراعه والحصاد. طبعا عندنا انواع كتير قوي، الويت وحبيبي الشوفان والشعير والراي والرايس والسورجم، حاجات كتيره جدا. هل ليها فاليبل؟ طبعا هي بتعتبر الحقيقه سموث تكستشر ايزي تشيب بالاتابل فود، انا اقدر اخليها فيها بالانسد بروتين وفات وكالوريز زي ما هقول دلوقتي وفيتامين ومينرالز. هل هي فيها كربوهيدرات؟ فيها فري شوجر، الحقيقه كميات قليله جدا من الفركتوز والجلوكوز، ولكن الاساس بتاعها هو السكروز كفري شوجر، لكن اهم شوجر موجود فيها الدايتري فايبرز والستارش. الستارش مسؤول عن 70% من تركيب السيريالز، وعلشان كده يا جماعه it is a very good source of energy عشان فيها ستارش. هل فيها بروتينز؟ الحقيقه المشكله ان مش كلها زي بعض، مثلا عندنا الرايس والسورجم كميه البروتينز اللي فيهم قليله جدا، اعلى كميه بروتين في الاوت والويت والراي، فيهم كميه بروتينز عاليه بس فيهم جلوتين، عشان كده بنخاف عليهم في المرضى اللي عندهم سيلياك ديزيز. لكن في مشكله تعرفوها عن السيريالز، لا يوجد سيريال كامل ابدا، كل سيريال عنده امينو اسيد از ليميتنج امينو اسيد. يعني ايه ليميتنج امينو اسيد؟ عنده اسينشال امينو اسيد ناقص، وعلشان كده الكومباينيشن اوف سيريالز دايما بيبقى افضل. هل هي سورس للليبيدز؟ الحقيقه هي فيها نسبه ليبيدز عاده قليله، 3% في الويت والرايس والراي، ويمكن اعلى نسبه ليبيدز موجوده في الاوت والميز اللي هي الذره والشوفان، بيبقى فيهم الحقيقه كميه من البالميتك اسيد وبعض الاسينشال فاتي اسيدز. طبعا المينرالز فيها بوتاسيوم مغنيسيوم فوسفورس، الكالسيوم قليل، ولكن it may be a good source of iron، بس بالذات لو كانت فورتيفايد بالايرن والزنك. بالنسبه للفيتامينز، هم التو فيتامينز الوحيدين اللي موجودين بنسبه حلوه في السيريالز، هم اثنين بس، فيتامين اي وفيتامين بي كومبلكس. وفيتامين اي از ان انتي اوكسيدانت فيتامين، وفيتامين بي كومبلكس مهم للانرجي والكربوهيدرات ميتابوليزم. بكرر هم ما فيهمش اي فيتامين تاني، وعشان كده شو بي فورتيفايد. طبعا الهول جرين سيريال افضل من الريفايند سيريال، لان ستيل محتفظه بالفاتي اسيدز، ستيل محتفظه بفيتامين بي كومبلكس، ستيل محتفظه بفيتامين اي، وستيل محتفظه بالفايبرز اللي ويل اكت از بريبايوتيك. طيب لو عايزين نشوف ايديال فورتيفايد سيريال تبقى فورتيفايد بايه؟ الكالسيوم والايرن والبروتين والزنك، وطبعا دول مهمين، لسه قايل اهميه الايرن والكالسيوم والزنك، وطبعا البروتين كبيلدنج بلوك لكل الايه البودي وللجروث، ومحتاجين ايضا تو بي سبلمنتد باي فيتامين سي لانه مش موجود في السيريالز عاده، وفيتامين اي لانه مش موجود في السيريالز عاده، ونزود كميه الفيتامين بي كومبلكس، ويا سلام كمان لو نقدر نعمل فيتامين دي كسبلمنتيشن. هل ممكن نسبلمنت السيريالز بحاجه تانية تفيدنا؟ البري بايوتكس اللي هي بالتحديد الفوس والجص. انا امبارح اتكلمت كتير قوي عن الانستاينال مايكروبيوتا، ولكن البري بايوتكس ليها دور في منع الكونستيبيشن، عشان كده السيريالز بتمنع حدوث الايه الكونستيبيشن، ليها دور كبير جدا في انها فيرمنتد باي بروبايوتكس وتطلع واتس كولد بوست بايوتيك. امبارح رصيت فوائدها كلها،
ليها كمان فايدة مهمة جدا انها الفود بتاع الانستينال مايكروبيوتا, وده ليه دور كبير في الاميون موديوليشن وفي البريفنشن اوف الرجي. طيب لو حبينا نبص, دي مجموعة من السيريالز الافيلابل في السوق اللي هي الفيري والفروتي والبسكي والكورني كريم. دول كلهم عبارة عن ايه؟ يا ويت بيست يا كورن بيست, يعني سيريال بس محطوط على ايه؟ على ملك. طب ليه محطوط على ملك؟ لان اتفقنا ان السيريال ديفيشنت في كثير من الامينو اسيد, ولازال الانرجي اللي فيه مش كافيه, فكلهم دول محطوطين على ملك عشان يعوضوا الديفكت في البروتينز اللي في السيريال, وكمان بيبقوا فورتيفايد بالايرن والاذر مينرالز اند فيتامينز. المجموعه الثانيه من السيريالز في حاجه اسمها رايس بيست ميلك فري سيريالز زي ريزيني ده. طب ايه اللزوم انه يبقى رايس بيست ميلك فري؟ اولا كونه رايس بيست ميلك فري اقدر استارت بيه كوينينج فود في البدايه, اقدر استعمله عادي. بس هنا طبعا بعضكم هيقول لي طب ما هو ده كده هيبقى ديفكتيف 100% صح, وعشان كده لما تيجي تحضره يا تحطه على بريست ميلك يا تحطه على الفورمولا اللي بياخدها الطفل. مستو بقى تيجي ساعه ايه؟ الدياريه, لان ساعه الدياريه ممكن نوع السيريال اللي انا بستعمله ما اقدرش استعمله. هنا هتبقى في ميزه اني اقدر احطه على لاكتوز فري ميلك واقدر استعمله. طبعا عشان هو خالي من الميلك كانوا بيستعملوه زمان في ان هم يعملوا سيكننج للفورمولا في المراحل الاولى من العمر عشان يصلحوا الجاستروسوفيجيال ريفلكس, لكن زي ما هقول دلوقتي ده بقى اوبسليت دلوقتي. الكاروز بيزد اللي هي السيريالز اللي معموله على كاروز ورايس دي بتنفع في حالات الجاسترونترايتس. ليه؟ اولا لان الكاروز اللي فيها بيأبزورب الباثوجين وينزل بيه في الاستول, والرايس بيقدر يلاين الجاسترونستاينال تراك ويمنع مهاجمه الاورجانيزم ليها. اذا ما هي البينيفيتس اوف انفانت سيريالز؟ تعتبر ذا موست نيوتريشس كومبلمنتري وينينج فود, كود بي فورتيفايد باي ا لوت اوف نيوتريانتس, سورس كويس قوي للبي كومبلكس وللفيتامين اي, ا جود بلانت سورس فور بروتين, بتقدر تدي انرجي تمام, والاسينشال نيوتريانتس, بتساعد طبعا لكل الكونتنتس اللي فيها انها تحافظ على الاميون سيستم والدنتال والبون جروث والنيرفس سيستم ديفلوبمنت, طبعا كل ده وايزلي دايجستبل. هختم بكام سؤال بنتسالهم كتير من الامهات. السؤال الاولاني, وين كان بيبيز يوز سيريالز؟ طبعا من سن 4 لـ 6 شهور اللي هو السن بتاع الويننج, عادي جدا يو كان ستارت باي سيريالز من سن 4 لـ 6 شهور. لو هتدي بالمعلقه اوكي, لو هتسيب حاجه اسمها البيبي ليد ويننج ان هو يلغوص ممكن تجيب له قطع من اي فروت زي الموز او السويت بوتيتو وتغرقها له بالسيريال, او تحط له معلقه فيها السيريال وتديها له في ايده هو ياكل فيها. السؤال الثاني, هل البيبي سيريال لازم تبقى الفيرست فود؟ اكيد لا طبعا مش لازم خالص, بس هي الحقيقه اذا جود ستارتر فود لانها ايزي تو مانيبيوليت, جنتل على الاستومك يعني سهله الهضم, ما فيهاش الرجيز او الرجنز, والحقيقه دايما الفليفر بتاعها كويس. لكن انا ممكن ابتدي, عايز ابتدي بالخضار ببتدي بالخضار, ايه المشكله؟ مش لازم ابتدي بالسيريال. Which cereal is the best to start؟ ما فيش حاجه اسمها كده, اي سيريال could be the first one to be used, بس الفكره انك دايما تبتدي بوان جريديان از بيتر, ما تستعملش ميكس عشان لو حصل الرجي ما تضربش اخماس في اسداس مين فيهم اللي عمل الالرجي. السؤال الثاني, احط بقى السيريال في بوتل واستعملها فور ثيكنينج اوف فورمولا؟ ده كان ترند بيستعمل الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس والاسباجان, قالوا ان هذا الكلام ممنوع منعا باتا. ليه؟ اولا الطفل في الاول عمره ممكن يحصل انه يشرق, امكانياته ما تقدرش انه يبلع. ثانيا انت بتدي له حاجه فيها هاي انرجي, والطفل في اول العمر كانوت كنترول هيز انتيك, وبالتالي يو كان باس انتو اوبيزيتي. والحاجه الثانيه ممكن تعمل فود الرجي, صحيح هي اغلبها نون الرجينيك لكن ممكن. الحل الوحيد يا دكتور عادل انك تعمل القصه دي لو كان تقيس حاجه اسمها ريسك بينيفيت, لو كان الطفل الريجرجيتيشن اللي عنده هيعمل له اسبيريشن وممكن يعمل له مشاكل او ابنيه وده, فساعتها ممكن تستعمل السيريال كثيكلر.
How to prepare؟ طبعا هي بتتحضر على مية او على بريست ميلك او على فورمولا على حسب هي فيها ميلك ولا لا. بنبدأ بكمية بسيطة من السيريال على الليكويد عشان تبقى الاول سايبة لان الطفل واخد على الليكويد, وجراجوالي بتزود الثيكنينج بتاعها لغايه ما الطفل يقدر ياخدها مور ثيك او سيمي سوليد. وزي ما قلت لكم لو هو هياخد بيبي ليد ويننج بنحطها على ستريبس من السويت بوتيتو او من الموز او من الافوكادو ونخليه ياكل فيها. طيب هل بالتالي نقدر نقول ان السيريالز بالانسد ويننج فود؟ اقدر اقول انها بالانسد ويننج. لا لسه 35 ثانيه وانا قدامي دقيقه بالظبط واخلص. السيريالز فعلا هي لما بتتحط على الفولو اون فورمولا او على البريست ميلك بيعوض الناقص اللي فيها, ولو هي فورتيفايد بالتالي تقدر تبقى ويل بالانسد فود. طبعا قلنا ان ممكن يحصل منها تشوكينج, هو صحيح مش كومن بس ممكن, عشان كده ما حدش يستهبل وهو بيدي الطفل السيريال يبقى منيمه. اي طفل وهو بياكل اي حاجه واتس ايفر لازم يبقى قاعد ويقدر ياخد الحاجه ديت. فاينالي في عندنا ايدياز وانا بحضر الموضوع قريتها ظريفه قوي, انك ممكن تدي بيها السيريالز. انت ممكن تحطها على شويه سينامون وفروتس بتدي طعم حلو, ممكن تعمل منها بعضها ممكن تعمل منه بانكيك, مع بعضها ممكن تعمل منه بسكويتس, بعضها ممكن تعمل الاوسناك اللي هي مدوره دي زي الحاجات اللي انا ما بحبهاش دي الدوناتس والحاجات دي عامله زيها بس العيال بحبها بتحبها قوي. ممكن تحطه على اليوجرت. اهم حاجه اوعى تحط عليه حاجه مسكره لان اي حاجه مسكره is totally forbidden in the first year of life. And finally my take home message, it is an achievement if we have a commercially available weaning food اللي يقدر to fulfill the transition of weaning process من الليكويد الى السيمي سوليد الى السوليد, وفي نفس الوقت يقدر يديني nutritive value. And thank you. شكرا دكتور استاذ دكتور ابو خير على المحاضره الجميله قوي. سنتفكم دكتور ايهاب, نشكر حضرتك طبعا على الفيري انتريستينج برزنتيشن, استمتعنا بيها كلنا. انا هاف فيري شورت كومنت حاجتين. حضرتك ذكرت السيريال whether to start with rice or something else. انا لقيت قريب كنت ببدا بالرايس سيريال على اساس ما حضرتك قلت السنجل جرين اند هايبو الرجينيك اند في بعض الكلام بيتقال انه ثواني يا جماعه حضرتك تقصد الارزينيك بالظبط. تمام. الارزينيك في الرز اللي انا هحضره او هطبخه في البيت, انما السيريالز المفروض ان الحاجات دي بتبقى متشاله منها تماما, واي كونتامينيشن باي ارزينيك بيبقى متقاس نسبته قد ايه. عشان كده الرايس سيريالز